صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الأربعاء الجميل، يتبع إن شاء الله الخميس الونيس، ولا نزال نقول على الخميس إنه ونيس وجميل، وبعدين إن شاء الله تي الجمعة الجامعة آخر يوم في الأسبوع. إن شاء الله يكون هالأسبوع كان أسبوع جميل، إن شاء الله كان صيام خفيف عليكم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الأسبوع، حققتوا شيء، طورتوا من مهاراتكم، أديتوا في أي صلاة من صلاة الرحم، يعني لي طوف علينا أي أسبوع إلا وإحنا مسوي أي إنجاز بسيط. وايد من الناس تفكر لو قلنا لازم تكونون أنجزتوا شيء في الأسبوع، إن سوينا شيء كبير وعظيم، أشياء بسيطة، ممكن حد من أهلك ما توصلت معه من زمان، توصلت معه هالأسبوع، تصدقت أكثر شوي هذا الأسبوع، سويت عمل خير، سويت شيء جديد في شغلك، طلعت اكتشفت في عمرك موهبة جديدة أو مهارة جديدة، أي شيء تحس أنه يحسن من صحتك النفسية ويجعلك أكثر صحة وسعادة، حصل ما يخلص الأسبوع إلا وأنت مسوينه. وأكيد طالما نقول إحنا صحة وسعادة، فأكيد هذا برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة المتميزة إذاعة نور دبي. نطلع عليكم كل أسبوع من الأثنين إلى الجمعة من الساعة 10:06 تقريبا إلى جريب الساعة 11، نطرح فيها كافة المواضيع الطبية اللي تهمكم، الأخبار الصحية، دراسات جديدة طالعة، وأكيد دائما في موجود فقرة التغذية اللي كلكم تتريونها عشان تاخذون نصائح غذائيه تساعدكم تكونون اكثر صحه وسعاده. وجديد السوشيال ميديا اليوم فقره التغذيه راح تكون بنات عن موضوع وايد مهم، انا روحي ودي اعرف عنه، موضوع الترمس وفوائده. انا عندي سؤال، هل فعلا هو الدسم يزيد الوزن؟ هذا السؤال جدا مهم، وهل فعلا يعطش او لا؟ فهذا موضوع فقرة التغذية راح يكون إن شاء الله بعد الفاصل. الفقرة الأخيرة راح تكون عن موضوع وايد حلو قريب إلى قلبي، وهو تحسين الصحة النفسية في رمضان وتأثير العمل الخيري على الصحة النفسية. وتكلمنا عن أهمية أن الواحد يكون عنده قدرة على العطاء، لما تعطي الناس، لما تسوي عمل خيري، لما تساعد غيرك، يؤثر على صحتك النفسية بشكل إيجابي. وأكيد من خلال الدكتور بسام أيسر ضياء أخصائي الطب النفسي يكلمنا أكثر بخصوص هذا الموضوع، وكيف فعلا العمل الخيري وتطوعي، وما شاء الله أبواب العمل الخيري وتطوعي في رمضان أصلا طول السنة، ولكن في رمضان لا تعد ولا تحصى. نقوا منها اللي يناسبكم واللي تحبونه والأقرب إلى قلبكم عشان تكسبون إن شاء الله أجر عند رب العالمين وتكونون أنتم بصحة نفسية أفضل. نروح الحين للخبر أو الدراسة. الخبر يقول خطر نقص اليود أثناء الحمل والرضاعة. قال المركز الألماني للغدة الدرقية أن اليود عنصر حيوي للغدة الدرقية لإنتاج هرمونات، اللي هو هرمونات الغدة الدرقية، الثيروكسين وثلاثي يودوثيرونين الضرورية لنمو دماغ الطفل. حذر المركز من خطورة نقص اليود في الجسم خلال الحمل والرضاعة على صحة الطفل، إذ يرفع خطر إضعاف قدراته المعرفية، يعني تضعف القدرة المعرفية عند الطفل، وقد يؤدي في أسوأ الحالات إلى التخلف العقلي أو التقزم والسمنة واضطرابات السمع والكلام. أوضح المركز أن أعراض نقص اليود في الجسم تتمثل في تضخم الغدة الدرقية، التعب المستمر، الخمول، ضعف التركيز، شحوب الوجه، الحساسية للبرودة، جفاف الجلد، تورم الجفون، خشونة الصوت بسبب تورم الحبال الصوتية. أضاف المركز أن المرأة تحتاج خلال الحمل والرضاعة إلى اليود بمعدل يتراوح بين 230 إلى 260 ميكروغراما يوميا، ميكروغرامين كمية جدا بسيطة، وفقا لتوصيات الجمعية الألمانية للتغذية. تتمثل المصادر الغذائية لليود طبعا معروف الأسماك مثل السلمون البحري، التونة، الروبيان، المحار، وفي بعض الخضروات مثل البروكلي والسبانخ والفول السوداني وبذور القرع العسلي واللحوم ومنتجات الألبان، وأكيد ملح الطعام الغني باليود. ودائما أخصائي التغذية ينصحونكم أنكم تتناولون الملح الغني المضاف لليود، هناك ملح مدعم باليود، لو رحتوا السوبر ماركت أو الجمعية بتلاقون على الأرفف ملح فقط مكتوب عليه ملح صخري، ملح طبيعي أيا كان، وتلاقونك مكتوب عليه ملح مضاف له اليود. فالناس اللي ما عندها مشاكل فرط نشاط في الغدة الدرقية يفضل دائما تاخذ
الملح الغني باليود عشان يدعم عمل وظائف الغدة الدرقية، والغدة الدرقية مثل يقولون هي تعتبر مثل المايسترو، تنظم عمل أعضاء كثيرة ووظائف كثيرة في الجسم، فيجب أن نحرص على تناول كمية كافية من اليود. ونحن منطقتنا عندنا قابلية مشاكل الغدة الدرقية أو ضعف إنتاج الهرمونات من الغدة الدرقية، على الرغم من كونه دولة ما شاء الله البحر عندها كبير وفي منتجات أسماك كثيرة هي مصدر أساسي لليود، لكن نحن لا نستهلك كمية كافية. بالتالي في وايد من الناس لا أقول عندهم يسمونه خمول في الغدة الدرقية ويأخذونها الحبوب اللي الثايروكسين 50 25 75 100 حسب الجرعة اللي يوصي فيها الطبيب. من الخبر نروح لي جديد السوشيال ميديا، معانا أكيد أسماء الجناحي. صباح الورد يا أسماء. ليه ما تجهز معانا أسماء؟ بنريد نتكلم عن موضوع تناول الأسماك. أوكي أسماء جاهزة معانا الحين؟ أوكي ناخذ أسماء عيل عشان ما نطول عليها. أسماء صباح الورد. أسماء صباح الخير يا أسماء. يا صباح الورد يا صباح أسماء. النور سرور دكتور عليكم وعلى كل مستمعي إذاعة وردي. حياك الله يا أسماء، خبرينا شو جديد السوشيال ميديا لليوم. اني اخذ مجموعه من الاشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ومن ضمنها ان هيئه الصحه ضمن البرامج الفعاليات الرياضيه اللي تنظمها هيئه الصحه بدبي لموظفينها مستمره بشكل مستمر، نظمنا مباراة ودية لرياضة البادل. عاد الحين الكل يحب رياضة البادل، وهي واحدة من الأنشطة الرمضانية المستمرة طيلة الشهر. غيرها في مجموعة ثانية من الأشياء الرياضية. نحن نحب نأكد أيضا دام نحن نحط هالأنشطة الرياضية للموظفين أهمية الرياضة حتى في شهر رمضان، وهذا الأشياء نحن نسويها حتى بشكل داخلي للموظفين. من ضمن هالأشياء البادل، كرة التنس، عن كرة القدم، وهم الأشياء اللي موجودة بشكل يعني ممكن إذا مو بيومي بيكون أسبوعي. جميل. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها قنوات التواصل الاجتماعي المشاكل الجهاز الهضمي والإمساك، أشياء لازم واحد يسويها ويتجنبها. من الأشياء اللي لازم واحد يسويها تجنب الإمساك، تناول كمية وافرة من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة، وتجنب إهمال شرب كمية كافية من الماء، لأن الأشخاص ساعات يعني ينشغلون وما يشربون ماء، وهالأشياء تسبب الإمساك. فلازم الواحد يكون يعني يشرب كمية كافية على الأقل يعني 8 أكواب من الماء، أو يعني والأفضل يكون حسب الوزن. ايضا من ضمن الاشياء اللي تساعد المشكله اللي دائما الواحد يواجهها هي حرقه المعده في رمضان، حاطين نصيحه ان تناول الطعام الصحي ببطء واعتدال، وتقسيم الوجبات، ممارسه الرياضه خفيفه تساعد على الهضم. وايضا ننصح الاشخاص اللي عندهم مشاكل في حرقه المعده يرفعون السرير شويه او يطشونه ليرتفع مع راسه وصدرك إلى الأعلى عند النوم، فهذا يساعد على تجنب ارتجاع المعدة. يعني تقريبا هالأشياء اللي كنا حاطينها قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا لك يا أسماء، وعساك دوم إن شاء الله بصحة وسعادة. الموضوع طرحته أسماء اليوم اللي طرحته هيئة الصحة بدبي في قنوات التواصل الاجتماعي اللي هو موضوع حرقة المعدة. طبعا حرقة المعدة شيء شائع في رمضان خلال فترة الصيام. أحد أسبابه قد يكون إن إحنا نثجل شوي في السحور، وبعض الناس إذا ما تسحروا تجيهم حرجة معدة أكثر خلال نهار رمضان. بس أنا حابة أوجه رسالة للمستمعين إن إحنا صرنا في زمن الناس تحس إنها حرقة المعدة أو بالعامية يسمونها الصاهر، لما نحس أن حمض المعدة يروح على فوق وينزل على تحت، ويكون عندنا شيء ألم بسيط في المعدة، نحس أن في عندنا سوء هضم شوية. مو شيء عادي ومو شيء طبيعي، مو أن كل الناس عندها ولازم بالعادة. فإذا أنا عندي هالمشكلة معناه أنا عادي وما أحتاج أشوف الطبيب. الصاهر أو زيادة حموضة المعدة قد تؤدي إلى قرحة المعدة. قرحة المعدة، قرحة المريء، قد تؤدي إلى مشاكل كثيرة. فإذا أنت تعاني من الصاهر بالعامية أو زيادة حموضة المعدة التي تيك بشكل مستمر، يعني كل يوم عندك حموضة زايدة في المعدة سواء أكلت أو ما أكلت، هناك حموضة زايدة في المعدة، فيجب أن تستشير الطبيب. قد يكون عندك جرثومة في المعدة
جوتومة المعدة وايد من الناس تعرفها، ان الدكتور يوصف لكم تقريبا 3 أدوية، نوعين مضاد ونوع دواء عشان تنظيم افراز الحمض في المعدة بتحليل بسيط يسويه. قد يكون عندك مشكلة في زيادة إفراز الحمض في المعدة وتحتاج إلى رؤية أخصائي، لكن ما نهمل الموضوع يا جماعة ونقول عادي كل الناس عندها حموضة في المعدة، خصوصا أرد أقول إذا الحموضة متكررة. من الطبيعي طبعا يكون عندنا إحساس بالحموضة أو الصهر بعد تناول الوجبات الدسمة الثقيلة مثل الأطعمة الغنية بالدهون، أو إذا كان وجبة دسمة ورقدنا نفس ما يصير في السحور أحيانا. لكن الصهر أو الحموضة الزايدة كل يوم تستوجب استشارة الطبيب. راح نروح إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل بيكون عندنا فقرة التغذية الجميلة اليوم بتكون عن الترمس، هل هو مفيد؟ هل هو طيب أو شرير؟ يعني هل هو مفيد ولا مو مفيد؟ هل يعطش؟ هل يزيد الوزن ولا لا؟ هذا يكون إن شاء الله بعد الفاصل. صحة وسعادة. ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006. مثل ما كنا نقول قبل الفاصل، فقرة التغذية اليوم عن الترمس. يعتبر الترمس من المواد الغذائية المفيدة صحيا لما يحتويه من معادن وفيتامينات مختلفة وقيم غذائية عالية، جعلته في مقدمة العديد من البقوليات. للحديث أكثر عن الفوائد الصحية للترمس يسرنا يكون معنا عبر الهاتف الأستاذة عرين الزربة، اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. صباح الورد أستاذة عرين. صباح النور وصباحكم بالخير جميعا، وكل عام وانتم بخير بهالشهر الفضيل. فصح اليوم رح نحكي عن الترمس، وزي ما حكيتي هو يعني خلينا اول الصفوف البقوليات خلينا نقول. طبعا هو الترمس له اصناف عده، بس عشان الناس يمكن ما بتعرفه، يمكن انه بس بلون واحد اللي هو اللون الاصفر، ولكن في منه الابيض كمان، وفي منه المر والحلو، وفي منه الجاف، وفي منه المطبوخ، وفي منه اللي بنباع جاهز للأكل يعني بالجمعيات. هلأ فضلاً عن أنه يستعمل كمان لعلاجات طبية مختلفة، ولكن إحنا الأساس اللي بدنا نحكي فيه هو الترمس الحلو، اللي هو الترمس اللي نقدر ناكله، لأنه الترمس المر فيه كميات من القلويات نسميها الضارة، وأكثر أنه تسمم، يعني لازم الناس تنقعوا بالمي عشان تقدر تاكله ويصير ترمس حلو. فإحنا الأساس إحنا لما نحكي عنه هو فوائد الترمس بشكل عام، ولكن الأساس هو الحلو اللي هو اللي بنقدر ناكله. هلأ الترمس يعتبر من الوجبات الخفيفة جدا وغنية بالقيم الغذائية زي ما ذكرتي، من المعادن وفيتامينات وألياف غذائية، وتعتبر من قليلة السعرات الحرارية. هلأ الترمس طبعا غذاء جيد كمان للنباتيين والرياضيين، ويعتبر انه مصدر غني كمان بالبروتينات، وكمان يعد وما يعني لا يحتوي على كمان الجلوتين، خصوصا انه في بعض الناس عندهم حساسيه من الجلوتين، فانا بحب ابشرهم انه الترمس لا يحتوي على الجلوتين، وبيقدروا ياخذوه كبديل غذائي رائع لمن انه بيعانوا من موضوع حساسيه القمح. هلا الترمس احنا بس عشان نعرف قيمته الغذائيه اكثر، بس بدنا نحسبها احنا من ناحيه 100 جرام من الترمس اللي هو يساوي تقريبا نصف كوب من الترمس، بيحتوي على تقريبا 371 سعره حراريه. لما نقول احنا 371 سعره حراريه، هي تعتبر هاي السعرات الحراريه لوجبه خفيفه، يعني ما تفكروا انه الرقم كتير عالي انه سعراته حراريه عاليه، لا بالعكس هو سعرات حراريه قليله، ويحتوي على البروتين تقريبا حدود 36 جرام، يحتوي على الكالسيوم، يحتوي على الدهون طبعا الدهون المفيدة، الكربوهيدرات، الألياف والحديد والمغنيسيوم والفوسفور، ويعني جميع يعني ما بتتخيلي قديش فيها مصادر معادن وفيتامينات بشكل هائل، فيها البوتاسيوم والصوديوم والزنك والنحاس والمنغنيز والسيلينيوم والفيتامين سي. هلا احنا عشان نعرف بالضبط ايش فوائده على الصحه، زي ما ذكرت المعادن هاي كل معدن
إلها فائدة للجسم. يعني إذا بدنا نحكي عن موضوع إنه بيخفف ضغط الدم، طب كيف بده يخفف ضغط الدم؟ لأنه يحتوي على مستخلصات بروتين بتعزز وظائف البطانة الأوعية الدموية، وبتساعد على تخفيف اللي هو ضغط الدم المرتفع. الشغلة الثانية والحلوة في الترمس إنه بيساعد على تقوية المناعة. من أي ناحية؟ لأنه الترمس مصدر جيد جدا لكل من المنغنيز والزنك، وهدول المعدنين بشكل خاص فيها علاقة بتقوية المناعة، وبتعزز الصحة الإنجابية، وبتساعد على تنشيط الجينات عندنا في الجسم، وكمان يعتبر من المصادر مضادة الأكسدة، لأنه حكينا عن مصدر السيلينيوم اللي ذكرناه قبل شوي، فهو كمان يعتبر أنه بيساعد على تقوية المناعة، لأنه مضادات الأكسدة زي ما ذكرنا سابقا بيساعد على مكافحة الجذور الحرة والحفاظ على الخلايا طبعا من التلف. الشغلة الحلوة كمان في الترمس ذكرنا إنه تحتوي على الألياف. طب الألياف لإيش بنحتاجها إحنا بالجسم؟ بتساعدنا خصوصا في الناس اللي عندها مشاكل بالجهاز الهضمي. من أي ناحية؟ اللي الناس اللي عندها مثلا يعني مشاكل في الإمساك لو افترضنا، بتساعد على تليين المعدة، بتساعد على الناس اللي عندها متلازمة القولون العصبي. جدا يعني يحتوي الترمس على بسبب هاي الألياف الموجودة في الترمس بتعالج هاي الأمور، بتعزز من صحة الأمعاء، بالإضافة للناس اللي عندها مشاكل ثانية بالجهاز الهضمي. وأيضا في شغلة كتير مهمة إنها بتساعد على تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء. يعني إحنا بنحكي في القولون كامل، بتساعد على تعزيز نمو هاي البكتيريا النافعة، وبتقلل من نمو البكتيريا الضارة. من ناحية تانية ممكن حتى هلأ نتفاجأ إن الترمس يحتوي على الكالسيوم، والكالسيوم إحنا بنعرفه إنه هو بيعزز اللي هو صحة العظام والغضاريف. فمش بس الكالسيوم، الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والمنغنيز، كل هاي المعادن موجودة كمان في الترمس، وبتساعد على هذه الفائدة خصوصا للعظام. والشغلة المهمة كمان اللي احنا كلياتنا كتير من ركز عليها خصوصا في رمضان وبعد رمضان، علاقته بالوزن. لانه ذكرنا احنا انه عندها تحتوي على الياف جدا عالية، معناته احنا بنحس بالشبع اسرع، معناته احنا ما حنكثر كثير من الاكل لانه بيحسسنا بالشبع، وما بيجي على بالنا انه يعني بيسيطر، خلينا نقول على فكره انه تقليل السعرات الحراريه، لانه هو قليل السعرات الحراريه عفوا، وكمان بيحسسنا بالشبع بسبب مصدر الالياف. والشغله الاساسيه في الترمس انه بيحتوي على الثايمين، وهذا الثايمين هو يعتبر من المعادن، وهو يساهم على استقلاب الكربوهيدرات وتعزيز عمليه الايض الغذائي. يعني معناته بيسرع عنا الحرق، يعني لما احنا ناخده كوجبه خفيفه يعني بين الوجبات كتير بيساعد انك انت ما يصير عندك احساس انك حابه تاكلي كميات عاليه من السكريات، او انه تحسي دائما انك جيعانه، لانه زي ما حكينا بشبعك اكثر. فهذا كمان يعني بيساعد على تقليل الوزن او تخفيف الوزن والسيطره عليه. يعني هاي من الاشياء الحلوه في الترمس. الشغله الثانيه والمهمه جدا اللي هو علاقته بالسكري من ناحيه، كيف عندنا الترمس بيحتوي على ماده سبحان الله هي ماده الارجينين، يعني تعتبر هاي ماده الارجينين من البروتينات الموجوده في الترمس، وهي الماده وهي تعتبر من انواع الحمض الامينيه اللي بتساهم في خفض مستويات السكر في الدم والكوليسترول. فبهيك بيكون الترمس يعني حتى من ناحية السكري بيساعد على انتظامه. يعني الناس اللي عندها بتعاني من السكري يعني ممكن ياخدوا الترمس كوجبة خفيفة، كتير بتساعد على تنظيم عندهم السكر وحتى الكوليسترول. في شغلة صغيرة أنا قرأت عنها وجدا حابة يعني أذكر عنها، خصوصا الموضوع إلى المرأة الحامل. هل إحنا بنعرف إنه المرأة الحامل تحتاج كتير معادن مهمة خلال فترة الحمل، وأهم مصدر معدن هو الفوليك، لأنه هي بتاخده طبعا قبل ما تحمل وخلال الحمل لازم تاخد اللي هو هذا المعدن، لأنه إحنا بنعرف إنه حمض الفوليك أو الفوليت مهم لعملية الأيض، ومهم كمان لموضوع اللي هو النشاط الجيني للطفل، إنه ما يجي عنده تشوهات أو عنده مشاكل. فمنحب نقول للمرأة الحامل كمان إن الترمس تعتبر وجبة مثالية للمرأة الحامل بسبب أو إشي محتواها للحمض الفوليك. والشغلة الثانية تقيها من موضوع مشاكل الإمساك
الأسماك ومشاكل الجهاز الهضمي، لأنه يعني مرات المرأة الحامل بيصير عندها زي ارتجاع مريء، أو زي ما حكيتي اللي هو موضوع الحمضيات اللي بتصير معانا خلال فترة رمضان أو بعد رمضان، بكتير بتخفف هذه الأشياء يعني بسبب أنه الترمس بيحتوي على خلينا نقول اللي هي زي ما حكينا المعادن والفيتامينات اللي بتسيطر على هاي المشاكل. وأهم شغلة أنه فيها حمض الفوليك، فيعني زي ما بنحكي الترمس يعني طلع يحتوي على قيم غذائية، وفعلا يعتبر من الأعلى قيم غذائية موجودة بين البقوليات. ممتاز ما شاء الله، طلع الترمس يعني كنز ما شاء الله، وايد في كنز فيتامينات قوي. ومعادن، واحنا نحسه يعني انه بس هو عبارة عن سناك خفيف. الناس طبعا احنا يمكن ما هلا والله. نستهلكها وايد، بالعادة في شعوب معينة ما شاء الله تستهلك الترمس بشكل يومي. زين سؤال استاذ عرين، الحين هل الترمس يعطش او لا؟ يعني لو تناولنا الترمس كوجبة خفيفة بانه وايد في عناصر غذائية في السحور، كيعني شيء خفيف قبل النوم، هل يعطش ولا عادي؟ هلا هو الترمس لحاله من دون اضافات، يعني مرات الناس بتضيف عليه ملح وبتضيف عليه بهارات وبتضيف عليه ليمون وبتضيف عليه اشياء عشان تخليه يعني طعمه غير. صح. لحاله الترمس ما بيعطش، اما اذا احنا ضفنا الاشياء الثانيه زي الملح، الملح طبعا بيسحب المي من جسمنا فاكيد بيعطشنا. صحيح. فاحنا اذا ما حطينا هاي الاضافات واكلناه زي ما هو ما بيعطش، ولكن اذا احنا حطينا الاشياء الثانيه زي ما ذكرت الملح والبهارات او بعض المنكهات خلينا نقول، ممكن يصير إنه حسسنا بالعطش، لأنه نعرف إحنا هاي البهارات والأملاح بتسحب المي من الجسم فبصير عنا جفاف، وإيش طبيعي إنك تحسي بالعطش خلال اليوم. فإذا إحنا منحطش عليها الأشياء أفضل يعني طبعا. وطبعا ما ننساش إنه موضوع ضغط الدم يعني ما يرتفعش بسبب موضوع الملح، بس إحنا عادة منضيف هاي الأشياء بس عشان نخلي الترمس طعمه أكثر سلس، أو خلينا نقول مقبول طعمه أكثر يكون يعني طعمه. مقبول أكثر. مظبوط، لأنه صح. لحاله ممكن يكون شوي في مرارة، ولكن يعني لو خففنا هاي الأشياء بيكون أفضل. أو ما ناكل قبل النوم مباشرة، أو ما نخليه كوجبة خفيفة في السحور، لا هو خلينا بقول بعد الفطور، ممكن ناخده قبل السحور يعني خلال يعني بين هالمرحلتين. ممتاز. سؤال عن الناس اللي تسمع الحين عن الترمس، هل هناك أكثر من طريقة تناول الترمس، ولا هي طريقة الوحدة هو هذا الحبة الكاملة، ولا في أكثر من طريقة أو أكثر من استخدام له في الأكل؟ هلأ الترمس زي ما حكيت بيجي أكثر من نوع. هلأ في عنا زي ما حكينا في منه جاف، في ناس تستخدمه بودرة، حتى في ترمس بودرة يعني ممكن يستخدم في بعض الأكلات، في زي ما حكيتي بعض الشعوب بيستخدموه في بعض الوجبات الرئيسية عندهم. أنا ما قرأت كثير عن وجباتهم، ولكن أنا استغربت أنه عن جد الترمس في منه بودرة، في منه يعني حتى هو كحبة زي ما هي، ما أكثر من أنك تاكليها هيك ما في. بس هو الأساس انه في بعض الناس بتحب تضيفه حتى قرات هيك بعض الوصفات تحطه بالسلطه، يعني استغربت يعني بتقشره وبتحطه بالسلطه، كيف بنحط الحمص او بنحط الفاصوليا الحمراء، نفس الفكره. بس ايش الاساس هو معظمنا احنا كشعوب عربيه بنحب ناكله مثل المكسرات او مثل يعني سهل الاكل خلينا نقول. صحيح. وجبه خفيفه. والله اليوم استفدنا وايد صراحة من موضوع الترمس، ويعني طلع ما شاء الله غني بالعناصر الغذائية ومفيد للحامل ومفيد للسكري، يعني مثل ما قالت أستاذ عرين ناخذ بكمية معتدلة عشان نستفيد من العناصر طبعاً الغذائية أكيد. الموجودة فيه، وما نضيف له ملح كثير عشان ما يرتفع الضغط. ضغط الدم. أنا شاكرت أستاذة عرين الزربة اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بتبين مداخلتك معنا اليوم بخصوص الترمس. شكرا لك ونهارك سعيد. يعطيكم العافية. شكرا. الله يعافيك. ما شاء الله، يعني شكلنا لازم نبدأ نتناول الترمس مرة ثانية، يعني ندخله في وجباتنا الغذائية لأنه غني جدا بالعناصر الغذائية. واحد من العناصر ذكرت الأستاذة عرين قبل ما نروح الفاصل هو السيلينيوم. السيلينيوم ترى عنصر جدا 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 مهم في الجسم، وايد ناس ما تتكلم عنه، لكن ترى مرتبط ارتباط مباشر بإحساسنا بالإرهاق، بإحساسنا بالسعادة، بمزاجنا، عنصر جدا مهم موجود في ترمس. راح نروح ان شاء الله فاصل، بعد الفاصل نكمل على نفس الثيم او نفس الموضوع اللي هو الاحساس بالسعاده وتحسين الصحه النفسيه في رمضان عن طريق العمل الخيري، كيف نحسن صحتنا النفسيه في رمضان بشكل عام وتاثير العمل الخيري على صحتنا النفسيه، فابقوا وتذهبوا بعيدا. صحه وسعاده. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006.
دائما في صحة وسعادة من بدء رمضان أقول لكم إن رمضان هي فرصة ذهبية لتجديد طاقتنا النفسية، تخلص من التوتر، تخلص من الطاقة السلبية تكون عندنا، لأن فترة الصيام هي فترة هدوء، الجسم فيها مش مشغول بالهضم، مش مشغول بأي نشاط، فقط هناك هدوء وتركيز، ومع ما شاء الله العبادة وقراءة القرآن وقيام الليل وشعائر شهر الصيام، مثل يقول تحل السكينة على الواحد، تكون صحته النفسية فرصة عشان يحسن صحته النفسية، بحيث نطلع من رمضان أفضل نفسيا قبل جسديا. فهذا هو موضوعنا الدائم في الصحة والسعادة، ولازم نستفيد من شهر الصيام عشان نطلع منه ونحن أسعد وبصحة نفسية أفضل. في هذا السياق طبعا يعتبر الصيام وشهر رمضان المبارك فرصة كبيرة تؤدي إلى حدوث التوازن في جسم الإنسان، وبالتالي تحسين الحالة النفسية للشخص من خلال مثل ما قلنا التواصل الاجتماعي والمشاركة في أدوار رمضان المختلفة، في أجواء رمضان المختلفة والشعائر وغيرها. للحديث أكثر عن التأثير الإيجابي لشهر رمضان على صحتنا النفسية، يسرنا يكون معنا عبر الهاتف الدكتور بسام أيسر ضياء، أخصائي الطب النفسي في مستشفى راشد. صباح الخير دكتور بسام. الله يخليك، صباح النور، حياك الله في صحة وسعادة. الله يحييك، تسلمين يا رب. دكتور بسام، نتحدث أول شيء عن شهر رمضان، وشو دوره في تحسين الصحة النفسية وضبط النفس بشكل عام؟ شوفي، هو ما شاء الله هو شهر بركة إن شاء الله على الجميع وصحة وسلامة. الشهر هو خلينا نشوف، هي فرصة تغيير إيجابي موجودة للجميع. إحنا هواي عادات خلال السنة ممكن عادات تكون سيئة للصحة، حتى في الصحة النفسية تشمل. يعني احنا دائما نقول هو شهر رمضان مو انه واحد بس ما ياكل وهبط عنده السكر وبدا يعصب وبدا يتضايق، واما يسوق سريع او كثير بطيء وما يركز، هي مو بهالشكل. لا، هي المفروض هو هدوء، هو سكينة، هو يعني واحد يعود نفسه على العادات الإيجابية. هي السيطرة على النفس من كل النواحي. يعني هذا الشيء احنا من تعودنا عليه، من يعني المجتمع احنا دي يساعدنا انه كل اللي معانا دي يحاول يسوي نفس الشيء. انا اقدر اسوي هذا التغيير خلال شهر، اقدر احاول اكمل هذا التغيير بعده خلال السنة اللي بعدها. ما قدرنا نكمل، تجينا فرصة ثانية رمضان اللي بعده. صحيح، بهالشكل. يعني هي كل سنة في شهر بينطينا فرصة بداية جديدة. ممتاز، جميل جدا دكتور. دكتور، لو نتكلم عن طبعا شهر رمضان معروف بأنه فيه أعمال خيرية كثيرة، التصدق، التطوع وغيره، فلو نتكلم عن تأثير الأعمال الخيرية المختلفة على صحتنا النفسية. هاي نقطة جدا مهمة، الأعمال الخيرية، واحد يساعد، واحد يشوف، يعني هو أعطى تأثير إيجابي على حياة ناس غيره، هذا جدا مهم بتأثيره على حياتنا. يعني هو مثل بكل بساطة أي واحد يعمل عمل تعبان، ممكن تعبان جسديا، تعبان نفسيا، بس بيشوف النتيجة للعمل اللي سواه، في يعني يعطيه هذا الشعور بالإنجاز. هذا الشعور جدا مهم، خاصة كثير ناس اللي يحسون هذا، يعني أي عمل خلينا نقول عملهم اليومي يحسون بهذا الملل، عمل روتيني وده يسوي شيء وما ده يشوف النتيجة. العمل الخيري غير، بينطيك النتيجة مباشرة بكل بساطة، هي البسمة على وجوه غيرنا، هاي ما تشوفيها ينطشر، يعني ينطشر الأحسن. احنا هاي مادة الدوبامين اللي هي الريورد، اللي هي مثل الجائزة اللي نحصلها، هاي تصعد عند الشخص، تصعد بالطريقة الطبيعية بالطريقة السليمة، هي بس لأنه احنا ساعدنا غيرنا. هي عن طريق مساعدة الغير احنا نساعد نفسنا بطريقة غير مباشرة. صحيح. دكتور بسام، الصيام مثل ما يأثر على مرضى الأمراض المزمنة، السكر والضغط والربو وغيره، أكيد يأثر على مرضى الأمراض النفسية، فكيف ممكن يأثر الصيام أو ممكن يشجع الصيام أنهم يتخلصون من المشاعر السلبية لدى المرضى النفسيين في شهر الصيام؟ هو أول شيء لازم ننتبه، في بعض الناس عندهم أمراض نفسية محتاجين أدوية تكون تنظيم وقتها،
الأدوية اللي تحتاج إنه الشخص ما يصير يعني ما يمر بحالة جفاف، لازم يشرب مي كفاية أو شيء. هاي أيام هالأشخاص ممكن لا يصومون أحسن، لأنه إحنا نعرف يعني إحنا ما نريد نضر صحة الشخص، ربنا ما يجبره يعني إذا بها ضرر على صحته. نفس الحالة بالأمراض اللي يعني دي مثلا عنده مشاكل كلى، يعني يفضل مثلا ما يقطع المي لأن صار عنده مشكلة كلى. نفس الفكرة لخبطة النوم، هاي لازم أشياء دا أذكر الأشياء اللي هي مو سلبية نكون لازم حذرين بخصوصها أولا. فنريد تنظيم النوم، لأن في حالات كثيرة هو النوم هو يكون بداية أو سبب للانتكاسة، عدا كونه أنه عرض من أعراض الانتكاسة. عداها نجي بالمقابل للجانب الإيجابي، جانب الاختلاط، جانب كونه جزء من يعني نفضل مثلا فترة الإفطار يكون التجمع للعائلة، الكل يكون هادئ، يكون مو هذا التجمع اللي دائما تكون بيه مثلا مشاكل وسوالف يعني كلام يعصب ويضايق. لا، هذا الفرق بهذا الشهر، نحاول نعزز هذا الشيء بحيث شيء يستمر بعد شهر رمضان. واحنا مثل ما قلنا هو الشهر دائما نقطة بداية موجودة لكل سنة، نحاول نسوي التغييرات الإيجابية. المجتمع كصورة عامة يكون الكل دي يمر بهذا الوضع، فكوني جزء من مجموعة، جزء من هذا المجتمع، هذا يساعدني على أن أسوي هذه التغييرات الإيجابية بحياتي. في كثير ناس يعني تشوفين مثلا بشهر رمضان يحاولون يبدون يهتمون بصحتهم، يحاولون يبدون مثلا رياضة أو تنظيم الأكل أو شيء، بحيث يعني يعرفون لو يعني إما أنا حقضي الشهر إن عبارة عن نايم أفطر أكل، يعني نص اليوم أنا أكل نص اليوم أنا نايم، طبعا هذا مو شيء إيجابي. فنحاول يحصل تنظيم وقت إيجابي، هو ما هيكون الحالة، في ناس ثانيين معاه بهالشيء، هذا الشعور يسهل عليه هذا التغيير، فحسب لازم نستغله، يعني هي فرصة اجت عندنا. صحيح. الدكتور بسام حاب توجه رسالة أو نصيحة للمرضى اللي يعانون من أمراض النفسية في شهر رمضان الكريم عشان يستفيدون منه بأفضل استفادة. هي أولا هي مثل ما قلنا فرصة تغيير نستثمرها. الاستفادة أولا أنتبه على صحتي، أنتبه على التغييرات اللي أريدها بنفسي، لأن نعرف إحنا هي الأمراض النفسية بها أجزاء، جزء يعتمد على الأدوية والجزء الجسدي، وفي جزء اللي هي مثلا علم النفس والتمارين النفسية وكيف ضبط النفس، كيف التصرف مثلا مع الضغوطات. هاي الأشياء نقدر نسويها بشهر رمضان، نقدر نستثمرها، لأنه مثلا الضغوطات عن أنه الصيام واحد يتعب ما يأكل، هالشيء هو مو الحالة، هو في ناس ثانية نقدر نتكلم معاهم هالشيء، يعني في ناس عندي يشاركون نفس الرأي، نفس يعني نقول experience، يعني نفس الخبرة بهالموضوع. صحيح. مو مثل من يكون بشهر ثاني، يعني ممكن هو يكون قلق وتعبان أو مزاجه يعني تعبان، بس هو يكون يحس نفس الحالة، بهالشهر يحس هو جزء من يعني مع الباقين، هذا الشيء يساعد أكثر، فخليه يستثمر هذه الفرصة. عداها يبدي الجانب الروحاني وجانب اللي هو المديتيشن أو التأمل، اللي هو يختلف من شخص لشخص. في ناس يحسون هذا التأمل أثناء الصلاة، في ناس يحسون أثناء قراءة القرآن، حتى الغير مسلمين بهذا الشهر ممكن يستثمرون هذا الجزء، جزء الهدوء والسكينة اللي بهالشهر الكريم. فلهالسبب ننصحهم أنه استغل هذا الفرصة، إذا تعودت خلال هذا الشهر تسوي هاي الأشياء، ليش انه بس يخلص الشهر ارد مره ثانيه؟ لا، ما دامك تعودت سويت يعني سيستم نظام صحي نفسي وجسدي نقدر نستغله نكمل عليه. اكيد. انا شاكره لك دكتور بسام ايسر ضياء، اخصائي الطب النفسي في مستشفى راشد، مداخلتك معنا اليوم بخصوص تحسين الصحه النفسيه في رمضان وتاثير العمل الخيري على الصحه النفسيه. شكرا لك دكتور، نهارك سعيد. الله يخليك نهارك سليم. شكرا. تماشا مع كلام الدكتور بسام، ورد أقول لكم هذا الموضوع جدا قريب إلى قلبي، لأن أنا أؤمن فعلا أن العمل التطوعي أو عمل الخير أيا كان فوائده النفسية علينا كبيرة جدا جدا.
في دراسة سووها في عام 2007 أثبتت أن الأشخاص ذوي العطاء يختلف وظائف تختلف وظائف أجزاء من أدمغتهم عن الناس البخلاء شوي في العطاء. ذلك الذين الأشخاص الذين يعطون بشكل مستمر تتأصل هالممارسة في عقليتهم ونظرتهم إلى العالم والآخرين، وما تكون مجرد ممارسة سلوكية، يعني مو بس شيء يسويه وخلاص، لكن يأثر حتى في وظائف الدماغ. العالمين سووا دراسة في 2006 واستخدموا الرنين المغناطيسي أو نسميه الـMRI. شافوا أن الناس اللي متعودين على العطاء سووا الـMRI حق أو رنين مغناطيسي حق دماغهم، شافوا أن العطاء يستحث جزئين هامين من الدماغ في المركز العاطفي. ما بذكر لكم أسمائهم، شوي صعبة وطويلة، لكن في أجزاء عاطفية في الدماغ العطاء يحفز هذه الأجزاء العاطفية، وهالأجزاء العاطفية لما يتم تحفيزها تعزز السلوك، سلوك الشخص. بمعنى أن إعادة وتكرار نفس السلوك يعطي إحساس بالنشوة والفرح والسعادة، واستحداث هذه المنطقة الدماغية المسؤولة عن الانتماء الاجتماعي والشعور بالروابط الاجتماعية العاطفية الدافئة والحميمية يؤدي إلى الشعور بالغبطة والسعادة. بعض الدراسات حتى بينت أن العطاء معناه تطوع، تسوي خير، تتواصل مع الناس. وجدت أن العطاء ينشط جهاز المناعة. في وايد دراسات أثبتت أن الناس اللي لهم علاقات جيدة مع غيرهم، تواصل مع غيرهم، دائما يحبون يعطون، يتطوعون، صحتهم أفضل من غيرهم اللي ما يتطوعون وما يحبون، ما عندهم هذا الإحساس بالعطاء. وأيضا بعض الأبحاث بينت أن العطاء يؤدي إلى التقليل من الشعور بالألم في الأمراض الجسدية العضوية، لأن طبعا هرمون الإندورفين اللي ذكره الدكتور بسام اللي يفرز مع العطاء وإحساس بالسعادة يخفف من الآلام، ويقلل أيضا من الاتجاهات السلبية، من التفكيرات السلبية لدى الإنسان، مثل النزعات العنفية والعدوانية، ويحسن أداء أجهزة الجسم بشكل تام، ويؤدي للشعور طبعا بالسعادة مثل ما قلنا والفرح، مما يؤدي إلى تكرار العطاء. يعني لما تعطي أول مرة الإحساس اللي يجيك بسبب إفراز الهرمونات تؤدي إنك تحب تعيد الفكرة أو العمل أكثر عن مرة، بالتالي دائما تكون أنت في صحة نفسية أفضل وتكون عندك طاقة إيجابية أكثر. والإندورفين اللي تكلمنا عنه إفرازه مع العطاء يؤدي إلى ارتفاع المزاج، واحد يكون مزاجه وايد عالي، يكون الشخص ما تهم مشاكل صغيرة في الحياة، ما تحس أن أي مشكلة تمر فيه يتنكد عليها وتوقف عند الحياة، لأنه دائما عند العطاء ودائما الإندورفين يفرز في جسمه، بتلاقي إنسان رايق أكثر، يعني تفكيره صافي أكثر، لأنه ما يسمح بالضغوطات الحياة أن هي تأثر عليه. فهذه رسالة لكل شخص يسمعنا اليوم، العطاء مو شيء صعب. أرد أقول أحيانا إحنا لما حد يقول لازم يعني يكون في عطاء ولازم أنت تعطي ولازم تقدم، الناس تفكر إنه لازم تسوي شيء وايد كبير، لازم تتبرع بمئات الآلاف من الدراهم، لازم تتطوع 24 ساعة في اليوم. هذا كلام غير صحيح. التطوع أو العطاء يكفي مثلا مرة أو مرتين في الأسبوع، وتسوي شيء جدا 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 بسيط. مثلا أبسط شيء مثلا الحين في الحر، إذا شفت مثلا عامل نظافة، سواق هذا مال دراجات الدليفري، تطلع له مثلا دبة ماي باردة وتعطيه، هذا عطاء، تعطيه عشان يخف عنه حر الصيف. تلاقي مثلا كبير سن مو قادر يتخطى في الشارع، تساعده يتخطى في الشارع، هذا عطاء. تتطوع، الحين ترى المؤسسات الخيرية عندنا في الدولة عندها أكثر من بوابة للتطوع، تطوع غير التطوع المالي، تطوع المالي تتصدق بمالك، هناك تطوع بالنفس، تطوع أنت بوقتك وجهدك، تسير توزع وجبات، تساعد في تنظيم بعض الأمور، هذا كله يعطيك إحساس بالعطاء. لا نقول ما شيء وقت، هناك وقت لكل شيء، لكن نحن لازم ننظم وقتنا بما في مصلحتنا. يعني بدل ما نقضي الوقت نايمين على التلفون قدام التلفزيون نسولف سوالف شيء ما تفيدنا، نستفيد من وقتنا بان احنا بشيء يعود علينا احنا بالصحة النفسية افضل. ترى الصحة النفسية دائما نقول تتماشى مع الصحة الجسدية، اذا صحتك النفسية ممتازة راح تنعم بصحة جسدية افضل، وهذا نشوفه مع كبار المواطنين. لاحظوا
الناس اللي نفسيتها مثل ما نقول قلبها اخضر ونفسيتها حلوه، تلاقوهم ما شاء الله عمرهم 70 و80 سنه وبعدهم تحسونهم شباب، يمشي ويروح ويرد ويسولف ونفسه ويعني تحسه مو كان عمره 70 او 80. وفي ناس عمرها 40 ومن كثر ما هي مكتئبه 24 ساعه وقاطع عمرها عن العالم الخارجي تحس كان عمرها 100 سنه. لأن الصحة النفسية تؤثر جدا في أشكالنا، تؤثر في صحتنا، تؤثر في عمل أعضائنا. فلنتعلم، خلينا نبتدي من اليوم أن نحن نقول هالأسبوع ما راح يطوف إلا وأنا سويت شيء من مبادرات العطاء، اتصدقت، طوعت، تواصلت مع حد، أعدت علاقتي مع شخص كنت قاطع علاقتي معه من زمان، وتشوفوا شو الراحة النفسية اللي أنتم بتحسونها، شو الإحساس بيكون، شو السعادة، إحساس السعادة بسبب إفراز هرمون الإندورفين يخليكم تعيدون مرة ومرتين وثلاث وأربع. من شي أحيانا لما تعرفون ملاقي متطوعين تقولون ما شاء الله يعني كله يتطوع في كل مكان، لأن من يتطوع أول مرة هرمون الإندورفين عطى الإحساس بالسعادة هذه والنشوة، صار عند حب هذا الإحساس فقام يتطوع أكثر، وكل ما يتطوع يفرز هرمون الإندورفين ويدخل في النفس حالة من السعادة وتحسين المزاج. نحن وصلنا إلى ختام برنامجكم برنامج صحة وسعادة لليوم، كانت معاكم دكتورة ندى الملا ومعي في الإخراج وائل القواسمة. شكرا لفريق الإعداد فئة الصحة بدبي لإعدادهم حلقات صحة وسعادة كل يوم، يعطيكم ألف عافية، والتنسيق مع الضيوف. أنا إن شاء الله بالحياة بلقاكم الأسبوع القادم، إلى نلقاكم إن شاء الله أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.